أنا مع حضراتكم مرة تانية وإن شاء الله فقرة مميزة مع المميز والناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري. منورنا أستاذ محمود. أنت عجبتك المميز دي؟ أنت مميز فعلا. منورنا دايما. أنت المميز. ربنا يخليك. لا والله دايما تبقى يعني فقرة مميزة وبنستفيد منها بصراحة يعني إن شاء الله عندنا كذا ملف نتكلم فيه. هنبدأ يمكن ببعض التقارير اللي كانت عندنا في الإنترو. رجوع احمد بيكم طبعا مدافع النادي الاهلي وكان بيلعب في وادي دجله سنتين وكان طبعا مع المنتخب الاولمبي. شايف رجوعه للنادي الاهلي ودوره السنه اللي جايه مع النادي الاهلي ده خطوه يعني كانت متوقعه يعني اللي هي الطيور المهاجره بالظبط. بص على بيكم يعني شوف مين اللي اطلق عليه اللقب. هو في الناشئين في النادي الاهلي خدنا كده فتره مع نيدفيد وبيكم مجموعة من الاسماء وتريزيجيه كل الكلام ده فتره كابتن بدر رجب في كابتن بدر رجب طبعا من الحاجات دي. هو يعني في مدربين بتبقى ايه بتشوف بتبص كده بتشوف حاجه في بتشوف حاجه في اللاعب بتاعه فبيقرب له الحاجه عشان يديله دافع معنوي ان هو بقى ايه حاجه قريبه يعني في المنافسه. عودته كانت عوده منطقيه في ظل انك انت انتهاك سياسه في انك انت تجيب ابنك ما دام نضج ووصل بالصوره هيكون افضل لك. يعني ايه انت يعني خطوه انك انت كمان رجعت مثلا خمسه كمان من المعارين ها خلي بالك ده بيديك ايه الدافع لانه خلاص هو حافظ السيستم مش محتاج انك انت تربيه وتعوده ويعيش معاك الجو خلاص هو اتولد هنا لكن طلع بره خد خبرات صحيح كان في الصالح نتيجتها ما كسبش منها الاهلي فقط ده لسه الاهلي ما شافش حاجه ده اللي كسب المنتخبات يعني المنتخب الاولمبي سواء المنتخب الاول فيهم ناس اتطورت وهي بقى لهم فرص ده شيء مميز يعني دي خطوه مميزه ان خلاص انك انت ايه لو رجعنا بفتره كبيره جدا ما كانش الكلام ده موجود يعني ايه كويس انه ادالك فرصه كان ممكن يجي انت مثلا اتحاد الكوره احلى غيرك مسابقه فكل الفرقه كلها تمشي ما تعرفش حاجه كله بقى فجاه تلقى ناس انت كنت مربيها وصارف عليها تلاقي قدامك مش عارف تعمل ايه معاها يعني خلاص بتضطر تمشيه حتى مجبر انت مجبر على القرار بالظبط. بيكهام اتمنى طبعا لاعب انا شايفه لاعب جوكر ما بيلعبش ده يلعب اصلا نص ملعب واصلا يلعب لك باك رايت واصلا يلعب لك مساك فانت كده وفرت تلات اماكن في ايه في لاعب كمان عنده طموح وصراره من كلامه ان هو راجع بيته بعد طول المشوار ده كله خطوه كويسه خطوه مهمه جدا انك انت تبدا تعتمد على اولادك اللي هم المفروض اولى بيك في المرحله دي بعيدا عن مساله ده ابن النادي وحته النادي اللي احنا بنقول لكن في ايه مش 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 واحد عمل لقطه فهنمسح التاريخ ونقول لك لا في ناس عندها اخلاص في ناس عندها وفاء وفي ناس عندها عارفه قيمه التيشيرت النادي الاهلي عامل ازاي بالنسبه لها وطموحها عامل ايه. في ناس مش كل حاجه بالنسبه لها الفلوس الفلوس يعني عندي ناس كتير اللي هي كل حاجه لكن في ناس لا عندها مقدار من التوازن النفسي والعقلي بيخلي برضو عندها ايه لا ده انا وسط عيلتي وسط اسرتي وبيتي ممكن يبقى معايا حاجه لكن ايه عايش كده مرتاح نفسيا ومطمن وسط الكلام. فعوده احمد بيك خطوه كويسه اتمنى ان شاء الله يكون عوده موفقه يكون هو كمان نفسه عنده طموح ان هو لازم يثبت نفسه يروح عنده تواجده في المنتخب الاولمبي مديله دافع بيأهله ان هو يروح المنتخب الاول وجوده في النادي الاهلي هيبقى فيه منافسه كبيره جدا لازم هو متوقع كده مع الموجودين ومع الناس اللي جايه ده شيء كويس جدا في يعني تبدا تغير سياستك في الكلام ده تبدا تطلع من قطاع الناشئين وتصرف وتنفق وتطلع وتعير وتجرب هنا وتطلع يعني ده شيء انت حتى الصور اللي شايفينها قدام حضرتك دي كمان كان والده موجود من خلال تصريحات بيكام ان هو كان بيشتغل على النقطه دي ان هو خرج من النادي الاهلي وكان عارف انه هيرجع تاني طور مستواه بشكل كبير على المستوى الاسري بنتكلم والده اتكلم بشكل اكنه لعيب كوره وهو قال الواد من نفسه وعنده 7 سنين انه يلعب في النادي الاهلي وده كان بالنسبه له طبعا حلم وجوده دلوقتي يعني او تصعيده تعب معايا والنادي الاهلي وهو كمان انا اعرف بيكم من اللعيبه المتزنه يعني لعيب هادي لعيب كوره كويس كمان خلينا نتكلم واخد رايك في النقطه دي. موسيماني بيحب اللعيب زي بيكم ليه بيحب اللعيب زي بيكم لان بيكم برضو من الحاجات الكويسه انه السنتين قضاهم في وادي دجله مدرسته من خلال طبعا المدرسه اليونانيه عارفين ان هو مدرسه بتبني الكوره من تحت يعني وده النوع تقريبا اللي يعني موسيماني بيحبزه خاصه في لعيبه
خط الدار انه لعيب مهاراته عاليه، لعيب يقدر يبني من تحت بشكل كويس. شفنا دوت مع وادي دجله في السنتين اللي فاتوا، وشفنا ده مع الكابتن شوقي غريب في المنتخب، وبالتالي المدرسه قريبه جدا، وبالتالي نتوقع ان شاء الله انه هيكون اضافه للنادي الاهلي. لا خطوه مهمه يا كابتن، وانا بقول لحضرتك ضيفوا على العناصر اللي راجعين ده، انت كده عندك ايه؟ رجعت سته من ايه؟ سته من ابنائك. يعني ده انت كده تلت الفرقه برضو موجود عندك، الناس نشأت في قطاع الناشئين طبعا. ده عشان ما الناس ما تفقدش الامل. يعني ايه هو ايه اللي يدي يخلي الناس في قطاع تشتغل وتعمل جهد وبتطور وجايب مدرب اجنبي وبتفتش وبتدور على العناصر المميزه؟ لازم يبقى الناتج فوق، الناتج فوق، ولازم يشوف زميله اللي كان معاه طلع الفريق الاول، وده لازم يكون من خلال ايه؟ من خلال انك انت لما بتجيب المدرب الاجنبي اللي انت جايبه ده لازم ياخد صلاحيات اكبر من كده، انه كمان يبقى كانه المدير الفني للنادي ككل. يعني تتحطون احنا عايزين دلوقتي عندنا مشكله في الباك رايت فبندور على حد، طب نقدر بعد سنتين يبقى عندنا عندي اقدر هجيب هندور على حد، طب عندي في الباك ليفت مشكله، طب عندي في المساك زي ما انت شايف الازمه اللي بتعاني منها، يعني مش بعاني منها الاهلي، لا بتعاني منها الكوره المصريه، هو مساك لعيب الكوره، في مساك لعيب كوره، مش مساله ان هو بيقطع الكوره بلاد، لا يعرف ينزل يعرف يبني الكوره من تحت. دليل انك انت فكرت واحد باصص بره فجايب بدري بنون، انا عنده، ولما جه بدري يتعرض لحمله ومتعرض لحمله لغايه دلوقتي بكلام كله ايه للنايل من اللاعب وبتاع، لكن ده مش مشكلتنا دلوقتي. لكن انا عايز اقوله لك انه دي خطوات مهمه جدا، ودي خطوات تخليك انك انت ايه كده انت بدات تحط رجلك، يعني تفوق للجزئيه دي وتحط لها اهتمام. فاتمنى ان احنا يعني النادي يسير على نفس النهج، اتمنى الناتج في مساله قطاع الناشئين مش انك انت تفوز بالبطوله، انك انت تقدم لي لاعب. طيب هي دي اللاعب واثنين، ان هو ده الهدف الاساسي، واي مدرب او اي مكتشف يجيب حاجه مميزه لازم ده يعامل معامله خاصه. يعني صعب جدا، نادر يعني المواهب نضب معينا في الفتره الحاليه دي، فانت محتاج برضه اللي يعرف يكتشف واللي يعرف يبص واللي يعرف يصبر واللي يعرف ياخد حته الذهب دي يلمعها ويقدمها لك جاهز، ده برضه كله مش هيجي ايه في وقت. انت كمان كملت الدايره وربنا وفاه، فجبت واحد كمان اسطى صنايعي هيد كوتش بقى بتاع الفريق الاول، برضه حابب ايه؟ حابب الجزئيه دي، وحابب شايف نفسه برضه شايف مصدوم من حجم برضه الاسعار العاليه جدا في اللعيبه مقارنه بالوضع، يعني شايف انه ممكن يبقى عندك حتى بدوري جنوب افريقيا الاسعار اللعيبه في مصر بتبقى لا اعلى كتير، عاليه مرتفعه جدا، مفيش مقارنه، مش عاوزين نقول فيها لانه فيها كلام وحواديت كتير جدا. فبرضه من المدربين اللي عنده ايه اللمسه برضه، عين عايز النوعيه اللعيب الهادي اللي هو يعني مش مبالغ في طلباته، مش يعني لا يعني عاوز حد يشتغل كل تركيزه في الملعب. حاجه عند النقطه دي هقف عندها يا استاذ محمود ونتناقش فيها شويه. هل جماهير النادي الاهلي بقى عندها الوعي الكافي ان رجوع اولاد النادي المعارين بهذا الشكل وعندهم من الفنيات وقدرات الفنيه ان هم يشتغلوا مع النادي الاهلي تعوضهم شويه عن الصفقات الخارجيه؟ يعني مش لازم تبقى صفقه لعيب ب 3 ب 4 5 مليون دولار عشان الجماهير تقتنع ده احنا لعيب جايين لعيب كويس. هل ممكن الثقافه دي توصل ان خلاص مين الافضل لو انت بتعمل انفست يبقى تعمل انفست في اولادك، انك بترجع اولادك هم كويس على المستوى الفني افضل من انك تجيب لاعب بقيمه كبيره جدا ودخله في الفرقه؟ الاهلي طول عمره يعني على مدار تاريخه وسياسته النجم فيه هو الفريق، مفيش نجم بعينه. يعني شوف انت خد التجارب كلها، لما لو الاهلي اصبح فيه لاعب هو النجم بتكون الخساره كبيره، لكن انت بطولتك وتجسدت حتى مع المدربين الاجانب اللي هم ما تلقاش نجم يعني واخد تميز وبيتعامل معامله خاصه، لا بالعكس كله بيزوف في حاجه واحده بس اللي هو ان الاهلي هو رقم واحد. لكن انت الجزئيه دي اكيد في الجمهور فاهم واعي، انت بتدور على الاداء الجماعي ولا بتدور على النجم تعتمد عليه لو جه معاك او ما جيش؟ هو فين النجم اللي دلوقتي عاوزين نقول ايه بعد مثلا ما ميسي يعتزل ورونالدو والمجموعه الحاليه اللي هتبطل كوره؟ مين النجوم في العالم؟ مين النجوم اللي طالعين اللي هيعملوا يعني؟ ما فيش، حتى لو نزلنا المستوى الثاني في النجوميه او احنا بيجي لنا ايه؟ بيجي لنا الرابع والخامس، ما بيجيناش حتى الثالث على فكره، لانه الثالث اسعارهم عاليه جدا مبالغ فيها بصوره انت واجبك انك انت تساند التجربه، وده برضو بصب في الكلام اللي احنا يعني اتكلمنا فيه انا وانت، وهروح برضو مش لازم الصفقه تبقى ما هو برضو يعني منطوق ان الاهلي جايب صفقه، طب ما اللعيبه اللي راجعه دي صفقات تعتبر صفقات، مش لازم موضوع الصفقه مش عملت فرق ان انا اجيب لعيب ب 3 4 مليون عملت فرق ولا ما عملت؟ بيلعبوا كوره كويسه، لا عاملين موسم اكتر من رائع بصراحه. ايه بقى الشغل بقى والتطوير
ده شغل المدرب وشغل المسانده. لا ماشي عاوزين نجيب لعيب هنجيب عليه 5-7 مليون دولار، طب هو فين؟ حتى لو انت جبته ممكن ما يجيش ما يتاقلمش معاك، ممكن يبقى برضه ما يمشيش معاك بالصوره اللي انت ايه متوقعها. والتجارب كتير على فكره في المساله، واحنا سوق يعني سوق ناشئ في الكوره وبتدفع فيه مبالغ مقارنه سوق عالي جدا، يعني في بذخ شديد جدا، ولكن الناتج والحصيله ايه في المحترفين الاجانب؟ لما تيجي تمسك كوره وانا ما تلاقي النتيجه ايه؟ ده حقيقه تلاقي نتيجه قليله، يعني ما عندكش مثلا، يعني انا مثلا يعني مثلا ما بحبش في اماكن لازم من صالح المنتخب المصري اللي هو الاساس، نتائج كل اللي احنا بنعمله ده بيصب في المنتخب المصري اللي هو الوصول للبطولات الكبرى. في عناصر في تركيبه الملعب لابد ما يكونش لها تواجد، يعني ايه؟ يبقى في التفكير. دايما يقول لك المهاجم رقم واحد يبقى من الاهلي يبقى من الزمالك، حارس المرمى المفروض كان خده فتره لما اتفتح بعد كده قفله، كان قرار كويس جدا انك انت رجعت فبقي عندك 3-4 حراس اهو، شوف انت الفرق. عندك مشكله في الدفاع، عندك مشكله في الدفاع بدني انك انت تشوف عدد اللعيبه الاجانب مثلا في الظروف دي، ما فيش عندك المواهب والامكانيات، بس ده محتاج ايه؟ محتاج شغل اكتر، واعتقد من مدربين، في مدرب زيكم وانت عارف كده بيعرف يصنع لاعب ممكن يبقى في مكان ويحطه وغيره في مكان. طبعا ممكن بيتطور في الحته الفنيه، بيدور عليه شايف الحته فبيتطور ويصبر عليه، والجمهور يعني عاوز المساله ايه؟ مش هتقدر تصنع نجم الكلام ده في يوم وليله، ممكن النجم هو ابن النادي او اللعيب المحلي اللي هو اللي انت اخترته او عناصره. انا من رايك وانت عندي، انا عندي تصرف على ابنك وتصرف على الولد، يعني احنا عندنا كده ندور مع بعض انا وانت يا استاذ محمود. مين، خلينا نتكلم في مصر عامه، مين لاعب افريقي مثلا محترف جه بمبلغ مثلا 1 مليون دولار وفي النادي اللي اشتراه عمل انفست وباعه ب 10 مليون دولار؟ لو فكرنا في الجزئيه ديت لعيبه قليله قوي، يعني حتى يعني الانديه بره بتشتغل على هذا الاسلوب، انت بتجيب لعيب كويس بمبلغ كويس لكن انت عندك رؤيه ان بعد 2-3 سنين انا هبيعه كمان وهكسب فيه وبالتالي يبقى في انفستمنت، في فلوس داخله. لكن انا طب انا جبت لعيب مثلا ب 2 مليون دولار قعد معايا 2-3 سنين وبعته، ده يعتبر يعني برضو لو انا خدت بدل من ال 2 مليون دولار اطور بيه لعيب عندي. كلام حضرتك ماشي يا جماعه. طب لما تبص النادي زي النادي الاهلي، هو نادي الاهلي نادي بطوله ونادي جايب لعيب عشان ياخد منه 2 سنين ومشي ويغيب ويدور على غيره؟ لا، نادي بطوله، نادي مثلا بطوله، نادي بطوله معاك. فمثلا ما نيجي نبص على واقع كان مثلا مع ايفونا لما قال لك جه عرض من السن ب 9 مليون دولار ولازم يتباع واتباع واتباع ومشي تمام واتباع وخد ومشي والناس بصت على الفلوس. هل انت بصيت بعديها على الناتج الفني للفريق؟ يعني تاثر فريق، يعني الفريق فيه تاثر حصل انك كان لعيب واعد واتقال عليه كلام رغم انه ايه؟ لما تيجي مثلا على ايفونا مثلا مع الاهلي خد فتره عشان لسه دخل بعد فتره طبيعي، فلما ظهر وبدا يبقى في خلاص وصل لمرحله جات لك لقطه انك انت تبيعه ماشي فبعته خلاص، بعت مثلا عناصر كده بدا يبقى عندك نوع من ايه؟ بقى مساله الفلوس هنا ايه؟ هي اللي حكمت. فلما تحكم الفلوس على فريق زي بحجم الاهلي هتبقى في خساره على المستوى الفني، لانه بقى مهما يكن يا كابتن انت لما بتجمع عناصرك بتقعد تختار وتنتقي مجموعه عشان يصل بها الهدف بتاعك، مش الهدف انك انت تاخد بطوله، المفروض يبقى عندك بناء فريق، بناء صحيح، فريق يقعد 5-7 سنوات على الاقل، يعني انت لو جيت مسكت ورقه وقلم وبدات يعني تدرس العناصر الفترات اللي فاتت تلاقي ايه؟ من 5-7 سنين، فتره تالق يعقوبها فترة تراجع سنة أو 2 سنين ثم يعقوب عودة مرة أخرى، لا طبعا ده الطبيعي اللي هم المفروض في الكورة. فأنت المسألة أنت بطل وبتطبق الاحتراف ولازم بتحافظ على اسمك. الأفضل في التكوين أنك أنت يبقى تكوينك الأساسي من هنا من 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 أولادك ومن الدوري المحلي، وتضيف العنصر اللي هو هيضيف لك. أنا برافو عليك، هي دي اللي عايز أوصلها. أجيب لي لاعب اللي هو هيديني الفرق، والفرق اللي بين اللي موجود كده هيحل لي المشكلة. إذا اللاعب اللي أنا جايبه بره ما اداليش حل، ما حللش مشكله انا مش عارف احلها، يبقى ايه؟ هو متساوي مع اللاعب اللي عندي. عندك هو ده اللي هو ده الاساس في تمام الموضوع. طيب نروح لجزئيه ثانيه، والنهارده يمكن اكيد تابعت القرعه اللي تمت في اتحاد الكوره بالنسبه للجدول الدوري المصري واعلان الجدول من خلال المؤتمر اللي حصل. تابعت ده ازاي ورؤيتك ايه بقى للقرعه نفسها ورؤيتك ايه كمان للوجو؟ يعني اخيرا بقى عندنا لوجو بمنتج اسمه الدوري المصري اللي هو ابو الهول، وتقريبا شعار ابو الهول مغمض عينيه مش عارف مغمض
مغمض عينيه فعلا. فيعني اخد راي حضرتك في الجزئيه دي. يعني هو دي اللوجو قدامنا اهوت. هو يعني انا شايف ان يعني لا باس بيه. شويه قريب من البريمير ليج شويه يعني. انا حتى قريت على السوشيال ميديا قريب شويه من البريمير ليج. انا مش هنقول قريب يعني من البريمير ليج والكلام ده، بس يعني هقول لك ايه، في حاجات تانية برضو عندنا احلى من كده يعني. واحنا تركيز على شكل واحد يعني، في حاجات ممكن تبقى احلى من كده برضو يعني. اعتقد يعني دي وجهات نظر، وعلينا ان احنا نحترم. احنا مش من هي خطوه جيده. هي في الغالب خطوه جيده كويسه، وان المفروض الكلام ده اتاخر وكان يتعمل من فتره كبيره جدا. مزبوط. ده شيء كويس جدا، لكن ممكن ماشي دي خطوه، بعد كده ممكن يبقى في تفكير في التجويد. بالنسبه للقرعه مش مختلف عن قرعه الدوري اللي فات، اللي هي مباراه مثلا بدايه مثلا مش يعني في التدرج في مباراه بالنسبه مثلا للاهلي، ونهايه الاسابيع هتلاقيها قويه جدا على فكره يعني. يعني هو اعتقد هو الاسبوع العاشر بالمقصه تقريبا. بالاسبوع العاشر تلقى انا ايه مواجهات يعني. المواجهه كويس ان المواجهه مع نادي الزمالك تبقى في الاسبوع الرابع. كويس. عارف انت عارف ده اللي يخفف من حده المسائل اللي احنا عايشينها، انك تلعب الماتش في اخر الموسم، في اخر الاسبوع في الدور الاول. زمان بيتعمل كده وقرعه موجهه وتلعب برده يعني، وتلعب برده نفس الماتش في اخر لا خلاص يعني. يعني الدنيا اللي حواليا يا جماعه مش هينفع نعيش في الدايره المغلقه يعني. لازم يتكسر الحاجز، وانه تبقى مباراه عاديه في منافسه، في ده يكسب وده يخسر وده يقدم مباراه كويسه ونستمتع ونشوف كوره ونشوف جهد كبير بيتعمل. موسم صعب اللي هيبدا، موسم متلاحم، حتى بدايته مش هتكون في البدايه، لان بقول لك 11 ديسمبر كاس السوبر هيبقى يوم 10 ديسمبر يعني. حتى برضو موقف يعني ايه، مع كامل احترامي يعني، برضو السوبر الافريقي هيبقى يقام في مصر ان شاء الله 10 ديسمبر. برضو ما اعرفش يعني ايه ليه يعني ايه 11 ديسمبر 10 10 ديسمبر. لا انا بتكلم معاه، هو قالوا ان بدايه الدوري انطلاقه يوم 11 ديسمبر. ما انا بكلمك يعني 10 ديسمبر مبكر يعني، حتى فيها يعني كان المفروض يبقى يعني قدام شويه، ممكن يكون عاوز يخلص عشان يفضي المساحه انه الدوري ينطلق. عندك كمان هتبدا على طول دوري ابطال افريقيا، مباريات الادوار الاولى هتبقى طيب. عندك كمان تصفيات كاس العالم، عندك استكمال تصفيات افريقيا مارس. عندك البطوله العربيه يعني. عايز اقول لك ايه، طيب هو ده كله بيبقى هيوجهنا لسؤال تاني. هل هنشوف دوري منتظم؟ يعني حضرتك بتتكلم في ارتباطات صعب. دوليه بتتكلم في صعب. انت كمان في كاس عالم، كاس عالم للانديه. في جهد على فكره في جهد، وهتبقى الاولويه للمنتخب. اولويه طبعا اكيد الاولويه للمنتخب، بس انت بتتكلم على مستوى الانديه ان شاء الله. النادي الاهلي يكون موجود في، على فكره جهد كبير جدا من رئيس لجنه المسابقات مازن مرزوق، بتمنى له التوفيق يعني. مهم. ايه رايك في تعيين مازن مرزوق؟ مسؤوليه صعبه جدا، هيحتاج وقت كبير جدا. كمان عندك هيبقى عندك اربع فرق في افريقيا، اثنين دوري الابطال واثنين كونفدراليه، وعندك فريق كمان هيبقى في البطوله العربيه وعندك لسه كمان كاس مصر الموسم الماضي المدارس، والسوبر المحلي الجديد لسه ما اتعملش، وان شاء الله كاس عالم الانديه في قطر. ان شاء الله كاس عالم الانديه، دور لي بقى على مكان ان شاء الله وعلى الدوري. لا بس انا الموضوع صعب. لا بس لا على فكره، لا بس كله يتنظم. بس لا لا يعني كله يعني. عايز اقول لك حاجه، احنا بنقول ايه، انها هتبقى صعبه عليه وصعبه على ايه، على الانديه. ما هو انت الانديه هنا هتبقى قوامها ايه، 30. مش هو عمل 30؟ طيب انت المفروض بقى قوام 30 يعني، وعندك موسم زي كده اعمل موسم استثنائي يعني، افتح القائمه عشان تدي فرصه مثلا، او حتى ممكن ال 30 كمان. انت ما تنساش برضو الظروف كمان المحيطه. اعتقد لا الظروف كمان المحيطه الافريقي في البطوله الافريقيه فتح يعني، قال لك لغايه 40 لاعب. نعم انا بقول لك ليه بقى، في ظل الظروف دي كمان انت مع جائحه كورونا برضو في حاله من القلق برضو. مظبوط مظبوط. اذا كان الفرقتين هيلعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا في حاله قلق ورعب كبير جدا من المسحه بتاعت بعد بكره بتاعت يوم الاربعاء، اللي هي الفاصله والحاسمه في قائمه الفريقين. تبقى في مشكله وفي حاله من الخوف، خاصه لما انت تشوف النتائج والحاجات اللي اللعيبه اللي اصيب بيها. ما حدش عارف يعني، مثلا وليد سليمان لعب مباراه طلع مباراه عمل يعني كانت مفاجاه حتى للكل يعني. فالمساله عاوز اقول لك ايه يعني، من رايك ربنا يعين يعني، ربنا يعين فعلا، ربنا يعين اتحاد الكوره ويعين اللعيبه والاجهزه الفنيه عليه يعني. موسم متشابك زحمه جدا، ربما تصل امور مش كل ثلاث ايام مباراه يا كابتن هنا على فكره، ممكن المساله تبقى كمان اقل من كده في بعض الاوقات، عشان تحافظ على ايه، على الموسم نفسه وانتظامه، وتحافظ على تواجد الفرق كمان في بطولاتها الافريقيه القاريه والمنتخب.
وتقول يا رب بص كمان من الاصابات يعني عارف انت ايه. طيب ما حضرتك بتقترح من دلوقتي خليهم ستاند باي، يعني ممكن يبقى تجنبا للتاجيلات وتجنبا اللي تحصل بعض الاصابات بفيروس كورونا ببعض الفرق في الدوري، يقول لك انا عندي 10 مصابين ومش هقدر اروح للماتش ويبقى في جدال في النقطه دي. تفتكر من الافضل من دلوقتي يتم شويه فتح القائمه تصل مثلا ل 40 لاعب، ده جزء استثنائي لغايه كورونا يعني لغايه الموسم ما ينتهي، شايف ده ممكن يتطبق؟ انا مع حضرتك في النقطه، بس هل هو فاتح ودلوقتي مش بيسمح انك انت تستعين بالناشئين بتوعك؟ انت عدد معين مش عدد معين عدد لا يعني انت اي لاعب ناشئ ممكن يلعب ممكن يكون هو في الجزئيه دي، ممكن الجزئيه دي تبقى فرصه ممكن تاثر على انديه يعني هتبقى مشكله، لكن هو كان المفروض يعمل ايه بدل ما هو قفلها يعني هو بدل ما قفلها مثلا في مثلا في مساله الاعارات نرجع عليها ثاني فهو خلاها 5 على الانديه. طب ما كنت اديتها فرصه وسبت المساله وقلت انه ده موسم استثنائي، عشان انت موسم استثنائي مش عندك انت بس، موسم استثنائي عند على مستوى العالم في الظروف دي المتشابكه والمرهقه جدا على الجميع، كان المفروض انت برضو يبقى عندك فكر يتحاول تعالج الجزئيه دي في الوقت ده وتقول ان احنا بامكاننا ان احنا ممكن لسه القيد ما قفلش ده لسه القيد عند يوم نهايه الشهر 30 نوفمبر نهايه الشهر، فكر في الجزئيه دي، بص نظره كده واقعد وشوف تفيد الانديه وتفيد مسابقتك عشان تحافظ عليها، لانه ده موسم السنه، لانه عندك طموحين، طموح الوصول لنهايه كاس الامم وطموح الاكبر هو العوده مره اخرى لكاس العالم 2020. فده كله بيتطلب ايه؟ انك انت بتوفر جوه وتحافظ على عناصرك الاساسيه، لانك ممكن يجي في وقت وتقول لي اكمل الدوري، مش اكمل الدوري، هتلعب الدوري وهتكمل الدوري بعناصر غير الدوليين، وده امر طبيعي جدا ممكن يحصل وحصلت، فممكن الظروف تجبرك على حاجه انت مش عايزها. امال اللعيبه دي كلها الموجوده، ما خلينا نتكلم بكل امانه برضو يا استاذ محمود، ممكن جدا اتحاد الكوره يقول كده، بس بتيجي المشكله كمان من الانديه، وخلينا نتكلم بكل امانه بنيجي على اتحاد الكوره شويه وعلى اللجنه الخماسيه شويه وعلى الجدول شويه، لكن في ظروف بتسمح ما لا ايه المشكله انك تلعب مثلا كاس مصر بدون الدوليين؟ ما في يعني ممكن جدا وارد ان للمصلحه العامه تلعب من غير دوليين، ما عنديش مشكله يعني، بالعكس في بعض الانديه وبعض المدربين الكبار بياخدوا ان بطولات الكاس ديت فرصه للصف الثاني وفرصه للولاد الصغيرين، والنادي الاهلي كمان عنده سابقا ان هو حتى بالولاد الصغيرين بيعمل او بالصف الثاني بمعنى صح بيعمل نجاحات، فليه ما يكونش فيه هذا التجاوب برضه من الانديه؟ مش عايزين نقول كل حاجه لاتحاد الكوره يعني، ما المفروض المصلحه العامه هي اللي بتفرض نفسها. يعني انا مش انا معاك، بقول لك اذا لم يكن هناك تعاون، احنا وصلنا مره من المرات انه مثلا وقفنا الدوري عشان فريق اتخذ منه لاعب عنده 18 سنه راح منتخب شباب قال لك مش هلعب، في مواقف تتكتب ده اللي بتكلم عليه في موسوعه يعني مش ممكن يعني. عارف انت لا طبعا لا المساله لا المسألة طالما لم تحكمها قوانين ولوائح واضحة هتعاني يا كابتن هاني. إذا أنت مثلا كمسؤول بتدير ما حطيتش إنه الكل سواسية من القانون هيبقى عندك مشكلة، والقانون يطبع على القوي قبل الضعيف. إذا شعر الضعيف اللي هو الأقل شايف إنه الكبير بيلتزم هو هيلتزم من غير أنت تروح له. لكن ما دام المسألة فيها عدي عشان خاطر عدي عشان خلاص مش لنصلح الحال على الجميع. فأنا عاوز أقول لك إنه هو لازم الاتحاد الكورة يكون صريح في المسألة. يعني يقول إن اضطرتنا الأمور في ظروف وقت من الأوقات ان احنا ممكن نلجا الى المنتخب وكاس عالم والتصفيات او افريقيا او كذا او دوره الاولمبيه، يا جماعه هنكمل من غير كذا. يعني عاوز اقول لك بحط نقاط وببلغ وبعرف سيستمي واضح للجميع انه ده موسم استثنائي، موسم كلنا لازم نتعاون فيه مع بعض، ما فيش فيه لا فايز ولا لا، احنا عاوزين نبقى موجودين في الصوره. انا عندي طموح ان انا اعمل ميداليه في طوكيو، انا عندي هدف ان انا اروح كاس العالم، انا عندي هدف ان انا ابقى موجود في الكاميرون مش كاداء مشرف، لا انا عاوز ارجع للبطوله، انا غايب على النهارده داخل في 10 سنين ما لا وصلت مثلا في 2017 ولم يحالفني توفيق، لكن انا عندي هدف ان انا ارجع تاني. كل الناس بتتكلم على منتخب الجزائر واللي عامله انه خلاص حطم الرقم اللي عمله منتخب، لا يعني برضو انت في الساحه المنتخب بتاعك هو ده فترة العرض اللي الناس بتبص على الكوره بتاعتك وصلت لغايه فين من خلال منتخبك مش الانديه بس. ده صحيح. يعني طبعا هو ده الكلام، فاعتقد ان المفروض اتحاد الكوره يبقى حاطط في حساباته كل هذه الامور، ولا يبقى هو مش مدرك خطوره الامر، لان الامور ما حدش عارف ايه اللي هيحصل بكره او بعد ثانيه او بعد دقيقه. فالامر لازم يبقى مدروس بشكل كامل حتى ان طوارئ حدث لا احنا عندنا وضع بلان بي موجود صح. بلان اهو واحد لو عمل كذا اثنين لو عمل كذا غير كده الامور مش ان شاء الله نتمنى يكون دوري منتظم بقدر الامكان. استقبلت حاله احمد للايقاف لمده 4 سنين او 5 سنين في الاتحاد الافريقي ازاي؟
احنا منتظرين يا اخي القرار. كنت مستني انت القرار ده. منتظرين على فكره، يعني يمكن اتعمل عنه اكثر من تقرير يعني في الفتره اللي فاتت، والامور وضحت يعني. يمكن يعني حتى لما تفاجئ الامر في بدايه الموضوع وحصل بعد، يعني المهندس عمرو فهمي رحمه الله عليه لما هو قدم برضو الموضوع ده والناس ما صدقتش الامر بالصوره الكامله. لكن لا يعني الاتحاد الافريقي لا بيعاني على الصعيد الاداري بشكل او باخر، وهناك صراعات داخليه ومحتاج فعلا وقفه. وكده بدات الصوره واضحه، انه حتى في الانتخابات اللي جايه لتقام في المغرب وضحت الملامح رايحه فين. هتبقى يعني هتبقى صراع يعني ثلاثي اعتقد دلوقتي، اعتقد ثلاثي يعني يتقدموا اللي هو رئيس نادي صن داونز متسبي. اعتقد انه عنده فرصه كبيره جدا رغم انه في مرشح من عربي من بريطانيا. اعتقد ما اعرفش موقف طارق البشماوي عامل ايه في لا طارق مش مرشح، مش موجود مش مرشح لانه الاتحاد التونسي برضه ما رضيش يجمعه. في مرشح تاني اعتقد من نيجيريا في الـ في الـ في الـ في الانتخابات اللي تقام في المغرب. يعني كل التخطيط وكل النقل اللي تم كابتن هاني من اقامه الجمعيه العموميه في مارس من موريتانيا الى المغرب بهدف مسانده احمد، المساله كلها ايه؟ طبعا التربطه كلها كده ايه؟ الاتحاد الدولي يعني زي ما تقول فركش الليله خلاص. اللي برضه زي ما انا قلت لك هنا اللي هيكون قريب من رئيس الاتحاد الدولي فينتينيو هيبقى هو الاقرب للمساله. الاتحاد الافريقي لكره القدم في محنه، في ازمه، محتاج كثير من الشغل، محتاج كثير من العمل. واضح الفتره اللي فاتت احمد عمل لنا ايه، شفنا عدد الموظفين المصريين اللي مشوا من الاتحاد عاملين ايه، محدش خد باله من الكلام ده. فاعتقد انه قرار النهارده كان قرار متوقع رغم انه قرار يعني قوي جدا. لسه الايام اللي جايه هيبقى فيه كلام، هيبقى فيه ردود افعال حوالين قرار مدونه الاخلاق اللي صدرت بحق خمس سنوات وغرامه كبيره، وقرار كمان للي جاي. يعني خلينا كمان في فترات طويله كان الناس بتتكلم، والله يرحمه عمرو فهمي كان بيتكلم بشكل مباشر ان في فساد داخل الاتحاد الافريقي بشكل او باخر. يمكن هذا القرار يعدل المسار شويه حد كبير ويكون رادع حتى للناس اللي جايه بعد كده. انت عارف طبعا عمليه الماركتنج والفلوس الكتيره جدا، ويعني الاتحاد الافريقي كمان من الاتحادات القويه اللي عندها فلوس كتير وعندها مبالغ كتيره التسويق، وعنده يعني عنده مجال شويه مفتوح لعمليه الفساد الاداري والمالي. لكن اعتقد قرار دوت كان قرار في وقته، واعتقد كان قرار حكيم لانه طلع في وقت خلاص قبل الانتخابات بحوالي بتتكلم اربع خمس شهور، وبالتالي كمان هيبقى اللي جاي خايف بقى. يعني اللي جاي كمان بقول لحضرتك حتى انت شفت لما حصل تم احتجازه في فرنسا والتحقيقات والكلام اللي حصل كله كان رساله وقرار الاتحاد الدولي بتكليف فاطمه سموره بالاشراف على الاتحاد لمده 6 شهور. كان ده كله على ما يبدو مقدمات للي بيحصل دلوقتي، للي بيحصل، وانه كل الاوراق اتاخدت وتم دراستها وبحثها. وكانت المفاجاه انه ايه، تم توجيه القرار في وقت قاتل بالنسبه له. لكن هنشوف المساله في الايام الجايه هيبقى شكلها عامل ايه، لان الموضوع ما يعني مش عاوز اقول ما انتهاش، لا الموضوع لسه في كلام. وانك انت كمان لابد مثلا من يعني الاتحادات العربيه في الانتخابات المقبله بقى لازم يكون لها راي، لازم يبقى لها موقف. الامور ما ينفعش يعني. انا كنت اتمنى يبقى في مرشح، يعني طبعا ما اعرفش الموقف بتاع المرشح الموريتاني هبقى عامل ايه، لكن كنت متمنى يكون في شخصيه عربيه مرشحه فيه. ده فرصه طبعا، الموضوع بيبقى صعب لكن كان يحتاج انت زي ما قلت فينتينو مايل شويه للبشره السمراء شويه والافريقيا. لا 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 يعني طبعا يعني زي ما تقول انت ايه، ده ورث ويتوارث يعني بصوره او باخرى. يعني محتاج انك انت تفكر انك انت مستقبلا يبقى لك دور اكبر من كده. يعني ايه، احنا شعرنا في الفترة مع احمد انه بدأنا نشعر وكأن المقر ليس فين، ليس في القاهرة، المقر كازابلانكا. في كازابلانكا. ده امر، وده امر ماشي ما فيش اختلاف عليه، لكن الامور ليس لا تدار بهذه الدرجة. مش بالامور يعني، احنا من اسسنا الاتحاد، واحنا مش عاوز اقول علمنا افريقيا الكورة والكلام الكبير ده اللي احنا بنقوله، لكن احنا نستحق اكتر من كده. يعني حتى منصب السكرتير العام اللي كان يعني بيقول في العرف انه بيبقى مصري تم استبعاد بعد عمرو فهمي، تم استبعاد مصر عديد من الموظفين المهمين تم استبعادهم في ظل صمت غريب جدا وعدم الحديث والقدره عن الكلام ده. فالامور اعتقد انه المفروض يبقى فيه اختيار موفق.
موفق يعني للرئيس قادم، وانه اللوب العربي في الاتحاد الافريقي المفروض يبقى له دور اقوى من كده، يبقى في موجود في كثير من الملفات المهمه اللي محتاجه انها تبقى واضحه. وعندنا شخصيات عربيه على مستوى عالي الموجودين طبعاً. يعني واخيرا من الكاف وعمليه انه يمكن امبارح اول امبارح خلاص الكاف قال ما عندوش اي مانع من الحضور الجماهيري ما بين 5000 ل 10000 متفرج في المباراه النهائيه، وتوقف الامر على الموافقة الأمنية في مصر. شايف الملف ده إزاي، وهل تتوقع حضور جماهيري في المباراة النهائية ولا لا؟ تتوقع غير تأمل. تتوقع غير تأمل. لا بس كلنا نأمل. طب تتوقع. لا في ظل الكلام ده يعني الحضور الجماهير هيدي لك شكل للنهائي. حقيقي. الأمور كويسة جدا والامور مستقره وحضورها هيبقى فيه شكل في الملعب ده للعيبه حتى للعيبه حتى يعني الصوت جوه الملعب هيختلف. والتسريبات بتقول 5000 رغم ان الوقت ضيق. طبعا هو الامر قال لك هتحسم يوم الاربعاء، فطب لكن هو الاتحاد الافريقي قال الكلام ده، لكن هنا لابد في هنا في مصر بيتم دراسه الامر برضه يعني صحيح. عشان بيحكموا حاجات كتير، وانت شايف الاجواء اللي بيحاول في كثير من الناس الغير مسؤوله المفروض تحاسب. الناس بتطلع على التلفزيونات وتقول كلام وتشعل بيه الغضب بين الجماهير، المفروض الناس دي تجاوب تتحاسب. يعني لا يترك مسؤول او يطلع من يدعي ان هو مثقف وبتاع وفاهم يطلع يقول كلام في وقت غير صحي، يعني وقت غير صحي على المره. المفروض كل كان راعي ولا للتعصب، لا للتعصب تجيني انت تشعلها وتقول كلمتين وتمشي، لا المفروض الناس دي تتجاب. يبقى برضو المجلس الاعلى الاعلام يبقى له دور اقوى من كده، ويجيب الناس دي يكلمها ويجيب الناس اللي خرجت على الهواء. المفروض الوضع غير كده يا جماعه، دي مباراه بين فرقتين، هنعمل ايه في بعض اكتر من كده؟ يعني الناس كلها متابعانا وبتتفرج علينا وعاوزين يشوفوا المستوى الفني لكره القدم وصل لغايه ايه. هو ده الهدف، مين اللي يكسب مين اللي يخسر دي حاجه مش بتاعتي ولا بتاعتك، ده توفيق لعيبه وتوفيق قبل كده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. واللي خد يعني مش عاوزين يكسب والزمالك يتمنى الزمالك تكسب، ده شيء طبيعي، لكن طبيعي الصوره هتوصل ازاي؟ لكن مش عاوزين نحولها ان احنا نخسر بعض يعني بالزبط. كل بيت فيه اهلاوي وفيه زملكاوي، المساله ابسط من كده. وعاوزين نقول لو رجعنا بتر عمرنا ما شفنا الاجواء دي، اجواء غريبه علينا مش عمرنا ما شفناها في تبادل كل يوم خبر. يعني انا بستغرب كمان كل يوم خبر والخبر وراه خبر وتعليقات واخبار مغلوطه. الاتحاد الافريقي مثلا يقول لك الاتحاد الافريقي على الاهلي على وشك انفجار وفي مشكله في الاهلي، والاتحاد الافريقي فاضل الكلام ده، وموقع تاني يقول لك اصل احتماليات زياده اعداد اصابات النادي الاهلي كبيره. يعني مين اللي قال لحضرتك ان ده خلاص تحول هنا كابتن؟ يعني ايه مين اللي جاب المعلومه دي منين وجايبها ازاي؟ يعني كابتن هاني في جزئيه هنا تحولت انه الغالبيه او البعض تحول الى مشجعين. عندما يتحول الصحفي الى مشجع هنا مناط الخطوره. لما تحول الى مشجع وهو بيكتب خلاص بيكتب بعد انتمائه بس، هو يعني مثلا انه هو يسيء لفريق اخر كده الامر فيه مناط الخطوره، مسؤول هو عن الكلام ده ومسؤول عن اللي هو بيرأسه فوق ان هو بيمشي حاجه زي كده بيعمل بيها مشكله. لكن اللي انا بقول انه احنا المفروض كل البرامج غالبيتها تطلع تتكلم على ازاي نطلع المباراه بشكل مهم جدا. يعني حقيقي. وزير الرياضه مثلا الراجل يعني مشكورا مش مخلي يعني. مكان بيروح فيه بيتكلم بيحاول يعمل شكل ان هو يطلع يفك اللي احنا شايفينه ده ان احنا نشوف مباراه. طب مش هي اللعيبه دي كانت مع بعض اول امبارح في المنتخب؟ يعني هنجيب لعيبه ثاني من بره؟ طب مش المفروض ان نحافظ مش في اللعيبه واحد يكتب بوست ويقول لك لا لازم مش تعمل المشكله مش في اللعيبه، هو حتى اللي بيكتب ما بيكتبش فيه مشكله مع اللعيبه ولا بتاع، هو كل الناس بتكتب يعني المشجعين النادي الاهلي ومنتمي لنادي الزمالك اللي بيكتب بيحاول بلغتنا يعني بيسخن ده على ده ويسخن ده لمصلحه مين؟ ما طبيعي جدا اي اهلاوي يتمنى النادي الاهلي يكسب طبعا، واي زملكاوي يتمنى الزمالك. ازاي بقى احنا نوصل ان المباراه التاريخيه دي اللي في مصر المكسب هو جوه مصر، مصر هي كسبانه اولا واخيرا، ازاي توصل بالصوره؟ عارف توصل ازاي لما انت تكتشف ان رايحين يعملوا لا للتعصب هم اصلا متعصبين. ايوه. في ناس من اللي هم اشعروا انا اتفاجئت بيهم ان هم بيديروا كلام، يعني هم من يعني من الناس اللي جوه هم يعني ايه لا للتعصب هم يعني هم موجودين. يعني حاجه برضو منطق غريب، يعني لا يعني لا للتعصب يبقى تقفل اللي بيخرج عن النص، يعني ايه تقول له لا ما ينفعش ستوب علامه حمراء كده ناس خلاص كده انت عايز توصلنا لغايه فين؟ يعني يا جماعه يعني ده ماتش كوره في حاجات تانية اهم من كده، يعني الناس على ما يبدو
انه مركزه في الكوره وكانه ده نهايه العالم يا جماعه. دي كوره، ده منتخب المانيا اتغلب سته ما شفناش يعني ايه اللي حصل يعني الدنيا يعني اتغلب سته مش اتغلب واحد، منتخب المانيا اللي كسر الدنيا هنا ولعت والدنيا ولعت الدنيا. انا عاوز اقول لك ايه، فانا عاوز اقول ايه، ان احنا نفسنا الفرقتين ان هم ينزلوا مع بعض ونلعب مباراه كوره، الافضل يفوز. لكن مساله ان احنا شحن كده وحاله كل مجموعه عاملين مع بعض وكانه الدنيا خلاص هتنتهي. ما خلي بالك الاجواء دي برضو يا استاذ محمود، يعني انا لو انا مسؤول في الدوله وشايف هذه الاجواء والناس بتفكر ان احنا عدد شويه من الجماهير تكون موجوده او بدايه موسم مع عدد قليل، فانا كمان اكيد حقلق، لان انا يعني انا كمسؤول شايف الاجواء ديت متوتره ازاي، وشايف قد ايه العصبيه وقد ايه التعصب. فانا كمان يبقى سهل قوي ان القرار لا مفيش جماهير. ايوه طبعا، فهو كمان الناس دي بتساعد ان الجماهير ما ترجعش. بس كابتن كلنا عارفين مين اللي عمل الجو ده. مين؟ طيب قول لي. ما تقول لي انا ما اعرفش. طب قول لي. طيب كلنا عارفين الجو جاي من فين، كلنا عارفين مين اللي بيحاول يقلل من طرف لاخر. يعني ايه المسألة؟ لا واضحة، بس احنا بنهرب من الحقيقة. لا خلاص مفيش هروب من الحقيقة. الامور بدأت تتضح والامور في طريقها، يعني الامور في طريقها صحيح يعني. معروفة واضحة ومتحددة وشكلها. بعيدا عن الوضع اللي احنا فيه ده، والنادي الاهلي طبعا النهارده عنده بكرة تاني يوم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية تنتهي بكرة اليوم التاني، النهارده حضور ال 50% واحد، بكرة حضور 5000 وبتاع. طبعا جمعيه عموميه النادي الاهلي المفروض يعني لو اكتملت بكره هيناقش، ما اكتملش هيتم مجلس اداره هو يعني يعتمد الحساب الاجتماعي ويوجه الميزانيه بتاعته لاكبر ميزانيه في تاريخه، وفي شغل معمول ما شاء الله جدا جديدة رغم الظروف دي كلها. طيب يمكن في جهد كبير عامله الاستاذ طارق هدير مجلس الاداره اللي هو تولى اعداد الكتيب كبير جدا، في مقدمه اكثر من رائعه حملت كل اللي اتعمل في الفتره اللي فاتت، في حاجات كويسه يتكلم يعني ايه تقدر تقول انه ايه، في برضه مجلس الاداره ماشي في خطى ثابته على جانب تاني مهم اللي هو استكمال الانشاءات. يعني صح. مثلا ممكن الناس تشوف انه الاهلي لما عمل الاسوار الجديده بتاعته ده موضوع عادي، لا يا جماعه ده موضوع في غايه الاهميه. ده انا مش عاوز اقول لكم ان اعضاء في النادي الاهلي كانوا بيشتكوا ازاي من الاسوار كانت عامله ايه في مدينه نصر او في الجزيره او حتى في الشيخ زايد، في انشاء البوابات الكلام ده، دي خطوه على تطوير على حاجات تانية. فلوس يا استاذ محمود. انت السور ده كان سور فاضي ومهجور، انت دلوقتي بتعمل يعني انت عملت فلوس. عليه ايه؟ فلوس عملت عليه برضه فكره برضه اتعملت ودرست بشكل كويس طبعا. فجمعيه عموميه من حق اعضاء النادي يقولوا رايهم ويشوفوا ايه السلبيات وايه الايجابيات ويناقشوها، لانه ده حقهم على مجلس الاداره، وان مجلس الاداره بيستمع وبيدون كل الحاجات دي بيحطها وبيحاول يعدل ويطور للافضل في الجمعيه العموميه اللي جايه اللي هتبقى فيها للانتخابات. لكن في شغل على المستوى اتعمل في الفتره اللي فاتت على مستوى الميزانيه حاجات كمان كويسه جدا، مستوى الميزانيه كمان طبعا مستوى الميزانيه. فانا عاوز اقول انه برضه دي من الحاجات اللي ايه الايجابيه اللي انت ممكن تقدر برضو تبص اليها. ما فيش حد كتير قوي بيتكلم عليها، لكن برضو لابد ما تبخش جهد الناس اللي بتشتغل داخل بزبط. النادي من رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره بكامل، كل واحد بيأدي دوره. دي خطوات مهمه تشار الى مجلس اداره الاهلي في المستقبل ان شاء الله. طبيعي طبعا، ودايما انت عارف دايما نجاحات مجالس الاداره بتبقى مرتبطه بشكل كبير شويه بنجاحات فريق كره القدم. يعني دي مرتبطه بشكل كبير، واعتقد لغايه دلوقتي ان شاء الله ربنا بس يكرمنا ان شاء الله في المباراه النهائيه، وحتى على مستوى كره القدم اعتقد في نجاحات لمجلس الاداره من ابرزها طبعا قدوم موسيماني في وقت اكثر من رائع، حصولنا الدوري بفترات طويلة، وجودنا في قبل النهائي في الكاس، وجودنا في النهائي الأفريقي، فكل ديت أعتقد برضو خطوات ناجحة لمجلس إدارة، لكن تتوج بقى إن شاء الله. تتوج باللقب وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني يكون التوفيق يعني حليف الفريق، وإنه المسألة خلاص يعني الكلام محتاج إنك أنت تؤدي اللي عليك. صحيح. التوفيق عدم التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، إنك أنت بتخلص وبتبذل مجهود كبير جدا في الملعب، تركيزك في المباراة فقط، تشوف عيوبك فين تصلحها، تشوف قوتك فين تعملها، احترام المنافس بالصوره المطلوبه، تقديم واجب الالتزام التام، كل ده من ضمن الخطوات. واعتقد
انه كان قرار كويس جدا مهم جدا انك تاخد الفرقه وتبعد عن الاجواء ده خالص، ومع يعني محدش يعرف. هتكلم هتكلم عن المغاره دي مع حضرتك، بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ محمود صبري. رجعنا مع حضراتكم، حوار مميز مع المتميز الناقد الكبير الاستاذ محمود صبري. نتكلم عن المغاره، فرقتنا دخلت المغاره من يومين. رايك ايه في موضوع، طبعا اكيد يعني دخول المعسكر بدري وخلال الاربع ايام ده كان شيء ايجابي لحاجات كتيره قوي، يعني استعدادا للمباراه بشكل افضل. طبعا انت عارف كمان اجواء الاصابه بكورونا، شايف المعسكر ازاي ومن خلال متابعتك المعسكر ماشي ازاي، يعني نطمن الناس يعني. لا ابدا، هو طبعا معسكر بمعنى كلمه معسكر، يعني في امن وفي ناس واقفه ومكان مخصص ممنوع حد يقرب، يعني حتى الاعلام النادي نفسه يعني ما فيش حد ممنوع صحيح من هناك، لانه انت يعني اكيد في فكر موسيماني هو البحث عن مزيد من التركيز، لانه عارف هو اهميه الحدث، حدث كبير، مباراه بين فرقتين كبار، اكيد هتفرق فيها، وتفاصيل لا تبقى التفاصيل الصغيره صحيح. هتحسمها بشكل او باخر. التفاصيل الصغيره دي بيه ما نعرفهاش يعني، لكن هي بتبقى لقطات ما بين مدرب والتزام لعيبه مظبوط، وتركيز في المباراه ومعايشتها، وانت هدفك واضح، ولا نازل خايف ولا نازل عندك ثقه، ولا انت عايز ايه من المباراه؟ خلاص قصاد الكاس والوصول ليه 90 دقيقه. الفريق الاكثر تركيزا وهدوءا واستفاده من الفرص هو اللي هياخد اللقب ان شاء الله. يكون فرقتنا هي يعني هي الموفقه باذن الله. بس عايز ارجع معاك لنقطه الجمعيه العموميه تاني، ويعني الشكل الرائع على الصعيد التطور والانشاء داخل النادي الاهلي في جميع الفروع، وكمان الفرع التجمع الخامس. وبرضه انت قلت لي معلومه واحب ان اقولها للساده المشاهدين، ان قيمه الفاليو بتاع فريق النادي الاهلي فريق الكوره بس عدى المليار جنيه بعد عوده المعارين، والقيمه التسويقيه ده شيء اكتر من رائع يعني. لا طبعا انشاء البدء التفكير في انشاء الفرع الرابع ده حدث في غايه الاهميه. ده يعني ممكن النادي الاهلي كده يدخل في سكه تاني على مستوى القيمه، القيمه التسويقيه كبيره جدا، مش هنا في مصر، لا ده بره، على المستوى الشخصي وفي العالم كمان، انه اعتقد صعب جدا ده غير الخطه المستقبليه في انشاء فروع في المحافظات. كل ده يعني بيحط بيزيد من قيمه النادي وشعبيته والكلام ده. لكن انا اللي عجبني في كمان في الجهد، احنا زي ما قلت حضرتك فعلا قيمه التسويقيه مليار جنيه، عجبني كلمتين ثلاثه اتقالوا في مقدمه الكتاب، وانا عاوز احيي عليهم طارق قنديل، هو عمل فريق في الفتره اللي فاتت، يمكن ما حدش بيحس وبيشعر بالكلام ده، لكن في جهد وفي عمل أكيد بالكلام ده. يمكن الكلمتين دول عاوز اقولهم انه تمضي السنوات عامه بعدها وتبقى ثوابت النادي الاهلي وقيمه وتقاليده، اللي هي مضايقه يعني ناس مضايقه كتير الجزئيه دي، وتقاليده راسخه على مر العصور، الوطنيه عنوانا والانتصارات طريق والبطولات اولويته واهدافه. حرص المجلس دار على كل الحرص على الحفاظ على هويه النادي، ودي نقطه في غايه هويه النادي في ظل ما واجهه من احداث دخيله على المجتمع الرياضي، ارادت النادي نفقد هويته وثوابته وقيمه الاصيله. وظل وسيظل النادي شامخا بقيمه ومبادئه ملتزما بالقوانين والمواثيق الرياضيه. هذا هو النادي الاهلي. انا شايف ان هم في الثلاث اربع سطور. احكي عن النادي الاهلي زي ما انت عايز. ما عاوز تنال من النادي الاهلي، لن تنال من النادي الاهلي. ده حاجة كيان اتبنى، مش اتبنى في يومين، ده اتبنى في سنين، واتبنى بالعرق والجهد، وده أحد الثوابت المجتمع المصري والدولة المصرية، وهي الأندية الكبيرة كده. الكلام ده بالنسبة للنادي الأهلي، بالنسبة لنادي الزمالك صحيح، بالنسبة للنادي الإسماعيلي، بالنسبة للنادي المصري. لا يستطيع ولا يجب أن يقلل أحد من الآخر بشكل، مش ده الهدف. الرياضة أسمى وأرقى من كده. الرياضة تنافس شريف في الملعب في الصالة، تنتهي بنهايه صفاره الحكم خلاص، خاسر وفائز. لكن المساله ان احنا ندخل، ودي مش رياضه، وده مش جو صحي على الاطلاق، وده مش ده المفروض نبقى احنا كده. احنا مش كده، احنا احسن من كده، واخلاقنا احسن من كده، ورياضتنا احسن من كده، ممكن نبقى في مكان افضل من كده. فانا عاوز احيي عضو مجلس اداره الاهلي على الكلام ده، وبقول النادي الاهلي يعني لسه المشوار طويل، تستحق تكون في مكانه افضل من كده، وتستحق انه ابنك يعرفوا قيمتك اكتر من كده، وانه قيمتك دي مش بتكون بس بالبطولات، بما بتقدمه من رسائل هادفه، سواء في الملعب، سواء رسائل اجتماعيه ودي الاهم، سواء رسائل بالنسبه لوطنك، وتقدم ابطال مهمين جدا. اعتقد هو ده النادي طبعا.
انا اتفق معك تماما. الجزئيه اللي اتكلمت فيها اختصار لتاريخ كبير تاريخ النادي الاهلي، ويمكن اللي يعني وقفني في المقدمه الجميله ديت ان النقطه اللي قالها اللي بيحاول واللي بيستهدف النادي الاهلي اعتقد ملوش اي دور وملوش اي يعني يقدر يعمل حاجه بمعنى اصح. والجزء الثاني ويمكن قالها الكابتن محمود الخطيب ان النادي الاهلي دايما اشتغل عشان بتبني لانك مؤسسه كبيره، طب ما تشتغل زينا يعني كان الكلام على انت لو وقفت يا اشتغل زينا على كل واحد يعني عشان كلمتين مش هتكمل. ده تمام، وبس انت بتتكلم كمان على مؤسسات كبيره، بنتكلم على كيانات كبيره منها طبعا كيان نادي الزمالك، بنتكلم على كيانات كبيره الترسانه، عندنا الاسماعيلي، عندنا الاتحاد، عندنا المنافسه يعني وجبه. فكل ده شرف شيء اساسي، لكن لا يصل المساله لمرحله ان يخرج البعض ليقلل بهذه الصوره. بقول له انت خاسر ولن تكسب ابدا، والخساره كبيره جدا على المستوى الاخلاقي. اذا كانت الاخلاق مش مهمه بالنسبه لك فيبقى العيب فيك، لكن المساله انه احنا عاوزين نصل بالمرحله. الدوله كلها بتتم في مرحله بناء بقياده السيد الرئيس، في عمل وجهد كبير، في تطوير على صعيد الرياضي، في اهتمام بالاحداث الرياضيه كبير جدا. لما وزير الرياضه راح يستقبل المنتخب في مباراه شيء عاديه، ده دليل على اهتمام الدوله، ده دليل ان هو عاوز يرفع الروح المعنويه وبيقدم برضه. فانا عاوز اقول كل الناتج من هذه الكيانات الرياضيه هو صالح صالح مصر. في الاسم مصر يبقى فين؟ لما النهائي النهارده يبقى بين فرقتين كبار، ده شوف ان العالم كله هيتكلم في خلال يومين الثلاثه دول، مش افريقيا بس، بتروج وبتدي حدث مهم جدا طبعا. فليه ما نخليش الحدث في اطاره؟ نخليه تنافس رياضي في الملعب، وخارج الملعب احنا اخوه وانتهت المساله. الناس تهزر مع بعض، لكن لا يصل مساله لمساله الاقتتال على صفحات السوشيال ميديا والسب واللعن بهذه الصوره. صحيح. يعني انت بتخسر، يعني بتخسر كتير من نفسك واللي انت بتقدمه، وصورتنا بره بقت وحشه قوي يعني. خلاص انت العالم بقى مفتوح بالنسبه لك، والناس بتتفرج عليك وبتشوف اللي بيخش يشوف كومنتات لعيب ايه مثلا، جماهير الزمالك للاهلي وجماهير الاهلي للزمالك. الناس من بره بتشوف الصوره ديت وبتقول هي دي الكوره في مصر، وما بين قطبي كبير زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. فالسوشيال ميديا، ومش هنتكلم على كلها لكن جزء كبير منها، حتى بينقل صوره سيئه للنادي الاهلي ونادي الزمالك والمصر، لاننا بنتكلم على زي ما حضرتك بتقول ده يوم تاريخي لمصر. انت بتتكلم مصر دلوقتي هتنظم هذا النهائي، مصر هتنظم السوبر الافريقي، بلدنا السنه الجايه فيها كاس عالم لكره اليد للكبار. يعني بتتكلم على بطولات كبيره جدا، وفي بطولات عالميه جايه. كون بقى على قدر ايه؟ قدر المسؤوليه، ما فيش شك لازم تكون على قدر الحدث. يعني انت دلوقتي اول ما الجهاز الفني المنتخب يختار مجموعه، تطلع لك بقى مجموعه ما خدش فلان عشان خاطر الاعلان. هنرجع بقى المنتخب بلاد، هنشوف القائمه اللي اتخذ، ده خد مجموعه من هنا اكبر من مجموعه من اللي هنا. الكلام ده ايه التفكير يعني ايه تفكير المشجع يعني ده مش تفكير مشجعين كمان، ده في مشجعين عاقلين، ده في مشجعين فاهمين اكتر من الناس يعني دارسه وفاهمه، ممكن يقول لك كلام انت ما تتوقعهوش. يعني من خضر الواحد كنا دايما يعني في البدايه بنروح نقعد في مدرج الدرجه الثالثه لما نتابع التدريبات. كنت انا بغطي النادي الاهلي، كنت بحضر التدريبات من مدرج الدرجه الثالثه، وبطلع شغل في الفتره العصر الذهبي للصحافه من خلال الحوارات اللي بتدور بين الجمهور بين الجماهير، بتاخد طبعا من الكلام وطلع عناوين وشوف هم بيقولوا على اللاعب الفلاني. يعني ممكن تاخد عنوان من جوه المدرج طبعا. لا في لا دلوقتي لو عملت كده هتخش السجن. لكن دلوقتي الوضع ايه؟ الوضع بقى طبعا وضع ما عادش الامور زي كده الاول، مش موجود، الجو اختلف خالص، والدنيا اتطورت وخلاص في ظل يعني ايه يعني فتره كانت هنا حاجه ودلوقتي احنا فيه في حاجه ثانيه. كله بيجيب اخباره من بره، نفسي اعرف الاخبار بيكتبوها من جوه ازاي. يعني الناس اللي بتضرب اخبار الغالبيه اي قال عاملين خمس ست اخبار، يلا خلاص يعني حط في اللذيذ كده ماشي خلاص يلا عشان تمشي حالك. لكن الدنيا اتغيرت، لكن مساله محتاجه صحوه على المستوى صحوه على مستوى ايه؟ على مستوى انه اديني شاشه وانا اغير لك. انت مش غيرت العالم، انت ممكن تولع العالم، مش تغيره، انت غيرته للاسوء. من يخرج على الشاشه دي لابد يكون الخروج بحساب، ده من مصلحه الوطن مش من مصلحه اي حد. ما احنا ممكن نبطل كوره ورياضه، لكن الهدف انك انت بتطلع ناس صنعت فيها حاله من الكراهيه غير مرغوب فيها يا كابتن هاني. مش اللي طلع الاولاد الصغيرين طبعا في تاثير، وهتظهر نتائجه
في الفترة اللي فاتت بشكل إذا لم يتم التدخل بشكل آخر لتعديل هذا المسار. نتمنى إن شاء الله ربنا يسترها والأجيال اللي جاية بقى تتعلم في الإطار الصحيح. ونتمنى أولا وأخيرا إن شاء الله بإذن الله التوفيق لفرقتنا إن شاء الله يوم 27 وتخرج المباراة زي ما أنت بتقول تليق باسم مصر أولا، لأن مصر هي الفائز أولا وأخيرا، وتكون يعني على قدر مصر اللقب. إحنا 15 لقب بالظبط يعني متصدرين المشي ده حقيقي. فنقدم بقى حاجة حلوة بقى، والفائز ياخد بيد الخاسر والخاسر يهني الفائز، تبقى حاجة شكل كده راقي بدل ما إحنا بنقعد نتفرج على الدوريات الأوروبية ونمصمص مش شايف إيه. عندك حق، يا سلام على الناس. عاوزين إحنا نبقى كده، يبقى كده في انضباط كده وحاجه محترمه تليق، ونقول رساله لان احنا فعلا نستحق ان احنا نكون رقم واحد في افريقيا ان شاء الله باذن الله. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا. اديتني الفرصه، ربنا يخليك لحوار شيق ويعني مميز كالعاده يعني. شكرا جزيلا.